الكاف، الاتحاد الافريقي لكرة القدم. فخلاص يوم 12 من شهر مارس جه، وهو جه وعدى بشكل بسيط هادئ، لانه كده كده كان فقد حماسه او بريقه، لانه كانت النتائج واضحة من قبل ما توصل يوم 12 بانسحاب كل المرشحين على منصب الرئيس من اجل واحد، فبالتالي فاز الرجل قبل حتى يوم 12 ما نوصل له. لكن كان في شوية جدل بسيط كده، هانا بوريدا هيكسب ولا مش هيكسب، رغم انها كانت برضو متنسقة وكانت الامور واضحة. ففاز هاني ابو ريدا، وده اللي يهمنا، الى جانب متسيبي رئيس الاتحاد الافريقي حاليا لكرة القدم. ففي عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي فاز هاني ابو ريدا بعضوية المكتب التنفيذي، وهو امر ليس جديدا عليه، لكن مع كل انتخابات مهم تستنى. فاز الرجل الأقوى على مستوى الرياضة المصرية أو على مستوى كرة القدم المصرية تحديدا، فاستقبله الجمهور أو استقبله محبوه بزف بلدي في مطار القاهرة الدولي، مهنئين له الاستمرار في المنصب اللي المفروض أنه بيخدم دائما الكرة المصرية. ولكن قد يكون من أهم النقاط المهمة أنه يظهر ده، لأنه في ناس لما يتقال في الإعلام ده بيساعد الكرة المصرية هاني أبو ريدة، بتلاقيهم يقول لك طب هو نفسه تقولوا لنا عمل ايه؟ فمهم جدا لو الموضوع مش واضح للناس ان هو يبقى بيشتغل على انه يوضح للناس، لكنه في النهايه منصب مرموق، واكيد تواجد مصري في هذا المنصب امر مفيد جدا على مستويات ربما نعلمها وربما لا نعلمها. مبروك للمهندس هاني ابو ريده، وبالتوفيق ان شاء الله في المرحله المقبله.